في عمر الخمس سنوات يفهم الأطفال بأن الحروف تمثل أصواتاً معينة في الكلمات المنطوقة، مما يساعدهم على كتابة كلمات حسب صوتها. في هذا الفيديو نستعرض بعض الأنشطة التي تساعد طفلك على تنمية قدرته على التواصل مع الآخرين. النصيحة الأولى: استغل الفرصة للتحدث إلى طفلك بانتظام، كأن يكون ذلك عما يراه عندما تقومين بجولة في السيارة أو تحضير أحد الوجبات. النصيحة الثانية: شجعي طفلك على إخبارك بتفاصيل ما حدث معه أثناء اليوم. يمكنه أن يذكر ما هو يوم الأسبوع وما هو أفضل وأسوأ ما حصل في المدرسة اليوم. يساعده ذلك على تحسين قدرته على التذكر ووضع الأحداث في تسلسلها.